انا خدمت مع اللاعبين تاعي واعتقد انه المساج وصل كونه النادي الصفاقسي اي كان اللي مش يمثله لازم يلعب من اجل هدف واحد هو الانتصار ويلعب باش يبل المريول. هذا الشيء اللي احنا متفقين فيه واللي قاعد نشوف فيه في التمارين اليوم. اذا كان النادي الصفاقسي يفوز في غياب بعض اللاعبين وكما فاز قبل في بعض اللاعبين في غياب عديد اللاعبين اللي يعتبروا من الاساسيين ولا من الركائز، هذا مؤشر صحي على كون النادي الصفاقسي عنده مجموعه طيبه وعنده لاعبين اللي انا شخصيا عندي فيهم الثقه واعطيتهم في الفتره الاخيره الفرصه باش ياكدوا الامكانيات نتاعهم، ان شاء الله يكونوا في المستوى وان شاء الله يسعدوا جماهير النادي الصفاقسي. ملعب طيب ميري اللي كان معناه مفخره في السنه الماضيه واستبشرنا خير لكونه ارضيه من طراز عالي وعاونت الفريق الحقيقه باش يؤدي على المستوى نتاعو على الامكانيات نتاعو. اليوم مع الاسف الملعب في حاله ما هيش جيده، اضطررنا ان نعمل تربص خارج الصفاقس لمده مطوله باش نمكنوا المشرفين على الملعب باش يحضروا في افضل الظروف. مع الاسف الارضيه اللي نتدربوا عليها نتاع الملعب الفرعي ما هي الجيده، ما حبيناش نجازفوا باش ناخذوا الملعب الرئيسي باش نحافظوا عليه للمباريات. اليوم باش ناخذوا تقريبا نصف ساعه او 45 دقيقة على الملعب الرئيسي باش نستعملوا فيه المباراة التطبيقية، إن شاء الله نلقاو الأرضية كيما نتمناوها، وإن شاء الله ما نضطروش كيما اضطر النادي الصفاقسي في السنتين الماضيتين يلعب خارج الصفاقس، ولو أنه كل المؤشرات وكل التطمينات تجي تقول أنه الملعب إن شاء الله يجتاز الفترة الصعيبة. نعرفوا الكل أنه سناسبي تكنيك أنا ما نجمش نعرفه أكثر، نقول أنه إن شاء الله الملعب يجتاز الفترة الصعيبة اللي نعرفوها الكل نتاع العشب في فترة ديسمبر جانفي، وإن شاء الله كما قلت أنت أنه النادي الصفاقسي ما يوليش الملعب عائق قدامه باش يقدم المستوى اللي يحب عليه الجمهور. احنا عملنا مجهود كنادي النادي الصفاقسي نقول كإطار فني وكلاعبين وكإدارة، وتفهمنا المشكل اللي صار بين البلدية والمقاول. احنا عملنا مجهود باش ما حبيناش نثقلوا الملعب والا نستهلكوه والا، لان هذا بشكل عام مضر علينا. عملنا تضحيات في الاطار هذا، ان شاء الله نلعبوا المباراه الساعه نتاع النجم الساحلي في ظروف طيبه كما قال سي محمد ونلقاو ارضيه جيده، وان شاء الله المصالح المختصه تلقى الوقت باش تهيئ الملعب في الحله اللي شفناها في الموسم الماضي ان شاء الله. بغض النظر عن الامكانيات اللي عندي، انت تعرف اكيد انه بعض الغيابات وبعض الاسباب الصحيه اللي تخلي بعض اللاعبين ما همش في اتم الجاهزيه، ما نجمش نلعب باسلوب اللي ما فيهش توازن وما يعطيش النجاعه المطلوبه والمردود المطلوب. وتجربت بعض الخطط او بعض الحلول انا بالنسبه للمباراه هذه يدخل في خانه التهيئ ممكن لل الوضعيات اللي تحطوا فيها اثناء المباراه، مش بالضروره ان نلعبوا بالطريقه اللي تكلمت عليها او طريقه اخرى، احنا في النهايه نبحث على التوازن وعلى الاليات اللي تمكن الفريق باش ينجح، بغض النظر على التسميات 3-5-2 او 4-3-1-2 او الى غير ذلك، التنشيط هو اللي يهم، شنو هو التوجه؟ شنو هو اللي نحبوا من خلال المباراه هذه؟ وشنو هما اللاعبين اللي في المباراه هذه باش يكونوا موجودين باش يؤديوا بالتوظيف الايجابي. دونك ما نعطيش قيمه اكثر للنقطه هذه بقدر ما نعطي قيمه للاعبين اللي عندي في المباراه شنو نجموا يؤديوا بافضل طريقه وشنو نجموا يخرجوا بافضل نتيجه. ولا ساعه نحب نوضح حاجه، كوني انا من اسم المدربين اللي نبدا نلوج في الاعذار، اليوم انا عندي فريق وعندي فيه ثقه، بغض النظر على شكون غايب وشكون حاضر، نحضر في مباراه مهمه جدا. بالنسبه لي انا مش باش نبدا نحكي على ناقصني فلان وناقصني فلتان وناقصني علام، لا انا انسان واقعي، عندي مجموعه عندي فيها ثقه، خدمنا مع بعضنا تقريبا شهرين، بالموجود اللي عندي نجم نعمل مجموعه اللي تجم تمشي بعيد وتحقق نتائج، لانه اذا كان لاعب اليوم في النادي الصفاقسي راه عنده مستوى. دونك ظرفيا نتحطوا ممكن في مباراه ناقص لاعب او اثنين، لازم نعرف كيفاش نتصرفوا. اليوم اللي نقول كونه مريح ماهوش موجود ثلاثة انذارات، زوز لاعبين تاع فيتا مش موجودين مازالوا ما خلطوش. محمد علي منصر بدا الاسبوع رجع بإصابة خفيفة من المنتخب، عملنا معاه البرنامج اللي خليه يدخل في المجموعة بداية من أمس، دخل مع الفريق، إن شاء الله يكون موجود، علي معلول كيف موجود، دونك باقي اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين في المباراة، أنا عندي فيهم الثقة، أكيد
انهم باش يكونوا في المستوى. وانا نقول لك بكل ثقه مش بغرور انه المجموعه اللي موجوده قادره ان تامن ثلاثه نقاط وتقتلع بالروح العاليه وبالروح القتاليه اللي خذنا بها المباريات الاخيره خاصه على ملعبنا. بالنسبه لمحمد علي منصر دخل امس للمجموعه اصابته ما هيش اختراع وباش يكون في المباراه. بالنسبه للدربالي عنده فتره اللي هو يتمرن من التربص بعد العمليه الجراحيه بالتنسيق مع الاطار الفني الاطار التحضير البدني انه قادر ان يكون في المباراه. ماهوش في اتم الجاهزيه نتاعو معناها، لكن على المباراه هذه ثم عمل بدني قاموا به معناها المعدين البدنيين بالنسبه للاعب هذا باش يكون حاضر في المباراه. وتكلمت معه انا شخصيا على المستوى الذهني زاد كيف كيف، انه اللاعب وقت اللي يعرف روحه هو مازال بدنيا ما هوش حاضر 100% يبدا ذهنيا شويه متقلق او متخوف. لكن انا تكلمت مع اللاعب واللاعب حاضر ذهنيا باش يكون مع اصحابه في المباراه. تبقى الاختيار باش يبدا او باش يكون على بنك الاحتياط انك سابق لاوانه من هنا المباراه. ثم حتى من الاخيان اللي كان موجود معنا معنا وتنقل معنا كان هو بده متخوف، ما تخوف كيفاش احنا باش نلعب مباراه بالحجم هذايا ضد منافس كبير في ملعبه في الاطار اللي شفتوه الكل معناها رغم الغيابات والى غير ذلك كل شيء. لكن شوف انا عندي تجربه مع نادر الاسفيرس بالخصوص في المباريات الكبيره هذه، اللاعب مش في حاجه باش يتحضر نفسيا، تبدا عنده ان سوبر موتيفاسيون باش يلعب. من حاجتين بالنسبه للمباراه، صحيح الاداء كان طيب اجمالا، المباراه كانت محترمه والنتيجه بالطبيعه وكنا حتى افضل من الرجاء للاعتبارات اللي قلت. اول حاجه الاجواء العامه نتاع المباراه ما تشاوش، مباراه وديه ضد 50,000 متفرج ما تلقاهاش في حتى مكان في العالم، ارضيه ممتازه جدا، لاعبين اللي يحبوا ياكدوا ويحبوا يوريوا خاصه اللاعبين اللي ما كانوش يلعبوا في الفتره ويعرفوا انه فما تغييرات في الفريق دونك كل واحد دونك هذوما المعطيات اللي خلات الفريق يخرج بالصوره هذيك. احنا بنينا على الصوره هذيك نتاع المباراه الوديه وخدمنا في الفتره اللي تغير انه بطبيعه ثم لاعبين اللي ما كانوش في المباراه انضافوا، ثم منافسه اخرى، ثم ملاعب ما هيش ملاعب المغرب، وثم اطار عام لعبنا مباراه وديه في المغرب ضد 50,000 ولعبنا 6 مباريات وديه كلهم ما يجيوش 1000 متفرج. دونك هذا مهم في اللعبه. لكن اهم حاجه اهم عنصر في كره القدم هو الميدان. اعطيني ميدان كيما ملعب الرجاء وحاسبني على الاداء وحاسبني على المستوى نتاع اللاعبين. كان سي محمد كمون كان متطرق لنقطه مهمه جدا، نادي الصفاقسي فريق عنده مهارات فنيه، نعرفوا احنا كان نادي الصفاقسي مدرسه نتاع لعب جميل اذا انت اليوم مكسب كيما الملعب التجميري اللي صرفت عليه الناس مبالغ اليوم يرجع بالتوالي باش يولي عائق لنادي الصفاقسي باش ما يقدمش الاداء ويعمل النتائج. لكن مع هذا نخدموا في الظروف هذه ونحاولوا ان نتاقلموا ونحاولوا ان نخدموا باللي موين دوبا. اليوم على مستوى الشق الهجومي عندنا لاعبين مؤهلين للمباراه اللي هما ماريوس الكاميروني، فالو نيانغ اللاعب السنغالي مع الخنيسي مع البحر، تقريبا 4 لاعبين اللي هما معناها باش نكونوا موجودين في المباراه. لازمنا نوظفهم بالكيفيه اللي نجموا ننجموا. بطبيعه الحال انا جاوبت الساعه على مساله نلعبوا بثلاثه ارتكاز ولا نلعبوا بثلاثه في المحور ولا الى غير. التنشيط مش تفرض عليك الامكانيات اللي عندك للمباراه هذه، وبطبيعه لازمني نعرف المنافس انا زاد شنو هي نقاط قوته وشنو نقاط ضعفه باش نعرف نتعامل معاه. دونك بقدر ما انا يهمني التوازن نتاع الفريق في الشق الدفاعي في الشق الهجومي.